والآن إلى بعض أبرز أخبار كورونا في أنحاء العالم. أدان قاضي محكمة الصلح في مدينة سيدني الأسترالية أما وابنتها أشعلتا عراكا بالأيدي بين متسوقات أستراليات كن يتدافعن للحصول على ورق الحمام داخل محل تجاري. وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا يظهر ثلاث نساء يتعاركن بالأيدي ويعلو صراخهن ويتدافعن للحصول على حزمة من لفائف ورق الحمام التي كانت موضوعة على أحد الرفوف في المتجر، وقد تدخل الموظفون لفض الاشتباك. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1600 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف بحسب جامعة جونز هوبكنز. وأضافت الجامعة أنه تم تسجيل أكثر من 60,000 إصابة جديدة خلال يوم واحد فقط. وتشهد أمريكا ارتفاعا ملحوظا بعدد الوفيات والإصابات بالفيروس منذ أسابيع. بدأت مناسك الحج في مكة المكرمة بعدد محدود من بضعة آلاف من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك تفاديا لتداعيات تفشي فيروس كورونا. وتوجه الحجاج لأداء المناسك في يوم التروية مع الحفاظ على قيود التباعد الاجتماعي. الحج محدود العدد للمقيمين يؤدى بشروط عدة أبرزها الطواف بأفواج وبمسافات آمنة وتكثيف عمليات التعقيم، وهذه الإجراءات تتخذ لأول مرة لأداء فريضة الحج. يعيش أكثر من 36 ألف حاج جزائري ظروف تعليق حج عام 2020 بمشاعر تتراوح بين القبول بالواقع وبين الحزن على تفويت حجة العمر كما يصفونها. إلغاء موسم الحج جاء بعد إعلان السعودية تعليقه هذه السنة لظروف فرضتها جائحة كورونا القاضية بضرورة منع التجمعات التي تزيد من احتمال انتشار الفيروس. لا يبدو حزينا لتعليق حجة العمر، فالعمر كله بيد الله. الحاج محمد ذو 80 عاما، بوجهه البشوش ينتقل في مكتبه هذا بين عبادة وعبادة، لا يهم أين، يقول فالله في كل مكان. هذا أمر تاع ربي، والشيء اللي جا من عند ربي أهلا وسهلا، نرحبوا به ونتقبلوه بكل فرح وسرور. شوقه لبيت الله لا يعادله إلا شوقه لفعل الخيرات. بين أطراف لباس إحرامه الأبيض يعيش نفحات إيمانية تعادل حجته. يلتزم العبادات وإن تعلقت، يمارسها جهرا وسرا وبسر أعمق، سر يعيشه بينه وبين خالقه. رانا عايشين، رانا نقوم بالواجبات نتاعنا وكذا إلى آخره، وحتى فيها مثلا نقول لك مثلا اللحيه علاش ما حببتهاش؟ 10 هذه لازم ما تقص الاظافر، ما تنحي اللحيه، ما تقص الشعر ولا. يشد اكثر من 36 الف حاج جزائري رحالهم كل سنه لبيت الله الحرام بعد قرعه سنويه لملايين الراغبين في الحج، بعضهم يعيدها لعشر سنوات متتاليه. قد يشعر البعض أنه شخص سيء أو أنه مطرود من رحمة الله وأنه لا يقبل، لا أبدا لا يقال ذلك. كل ما يقع للمؤمن فإن أمره كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لم تغير جائحة كورونا منطق التعامل الإنساني فقط، بل كسرت السائدة وحركت السواكن، وامتدت آثار الجائحة حتى للعبادات. حتى المساجد أغلقت أبوابها وأمرت المصلين بالصلاة في البيوت، لعلها سنة يخلو فيها المرء بنفسه وبربه، يتمعن يتدبر ويتفكر، لعله يدرك الحكمة في الحرمان كما أدرك يوما الحكمة في العطاء. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر.